وماذا لديك اليوم في ميتاب؟ تحياتي ليك زميلي احمد، ودايما متالق على شاشه قناه نادي الزمالك من داخل نادي الزمالك طبعا ونبض ميت عقبه. طبعا احداث مهمه جدا بيعيشها نادي الزمالك وانجازات مهمه بعد فوز كوماندوز اليد طبعا بالنجمه السابعه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. لعيبه الطايره بقى رجال وسيدات بدا يبقى في غيره كده في الالعاب الجماعيه. النهارده فريق الكره الطايره السيدات وصل للدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا في تونس. النهاردة في مباراة مهمة جدا مع مولودية الجزائر، نتمنى التوفيق طبعا لسيدات كرة الطائرة. غدا هيكون طبعا كرة الطائرة رجال الموعد مع النهائي مع فريق طبعا مولودية بوسالم التونسي. إن شاء الله نتمناها بطولة بيضاء بخطين حمر. ان شاء الله هنتكلم باستفاضه اكتر عن هذه المواجهات مع ضيفي اللي مشرفني دلوقتي الكابتن حماده مجاهد، طبعا رئيس جهاز البراعم من كره الطايره ولاعب كبير جدا، لاعب سابق طبعا ليه انجازات مع نادي الزمالك والمدير الفني لفريق 17 سنه طبعا تحت 17 سنه كره الطايره. كابتن حماده برحب بيك، وطبعا انجاز بيتحقق دلوقتي في كره الطايره، وصول النهائي رجال وقبل نهائي سيدات، شايف الانجاز ده ازاي وشفت طبعا الفتره والبطوله ككل ازاي؟ أول حاجة بنصبح على اللي في الاستوديو وبنقول لهم نهاركم أبيض إن شاء الله. أول حاجة قبل ما نبتدي على الفولي بنبارك لكوماندوز اليد، بطولة صعبة جدا جدا، بتكلم بحكم إن أنا رياضي في الظروف اللي فيها النادي، وإن ياخدوها من جوه النادي الأهلي، فتحية كبيرة ليهم وإحنا متعودين منهم على كده فريق اليد. نروح للفولي، إحنا عندنا طفرة في الفولي السنة دي. عندنا لعيبة كويسة جدا إذا كان ولاد أو بنات. من حوالي شهرين كده كنت عملت انا لقاء في القناه وقلت ان احنا هنكسب بطولات رجال وسيدات، والحمد لله توقعي جه. مش حته ان انا زملكاوي وبنتمي للنادي فقط، لا، كل حاجه بالورقه والقلم. عندك المقومات دي، عندك اللعيبه، كان في حاجز نفسي كده خصوصا للبنات لما اتكسر. بص السكور بتاعك انت، بعد كده هيبقى منافسك ان شاء الله مش النادي المنافس التقليدي، لا، هيبقى في انديه تانية. انت اعلى سكور اتاخد منك في نهائي الكاس تقريبا 14 15 بونت. عندنا فرقه كويسه ولاد وبنات، هنرجع بالبطولتين ان شاء الله، وافتكر كلامي ده واعمل معايا لقاء وانا بقول لك هنكسب بطوله الرجال ان شاء الله، وتقريبا هتبقى النجمه السادسه، وهنكسب الانسات، وهتبقى دي بداية انطلاقة الكرة الطايرة في نادي الزمالك. ليه بقول كده؟ النتائج في قطاع الناشئين عاملين نتائج كويسة جدا السنة دي، وده يديك مؤشر للمستقبل بتاعك ازاي. كابتن حماده، طب دور احمد مرتضى منصور مشرف عام على العاب الصالات اكيد ليه دور مهم جدا، وطبعا مع الفرق كلها الجماعيه، شايف الدور ده وصل للعيبه خلاص الفتره اللي فاتت، بقى اصبح يعني عندهم دافع ان هم يحققوا البطولات؟ اعتقد ده وجوده طبعا بكلامه مع اللعيبه مع الاجهزه الفنيه اكيد له تاثير، وله تاثير ايجابي كمان على اللعيبه اكيد. هتوجه بقى كابتن رسالة، أو شايف الأجهزة الفنية تتعامل إزاي قبل نهائي سيدات وغدا نهائي الرجال؟ الدور الجهاز الفني الفترة دي خاصة النهاردة وبكرة دور نفسي بس فني، خلاص أنت واقف على رجليك الحمد لله، وباندة في الماتشات اللي احنا لعبناها مع الأهلي في نهائي الدوري والكاس إذا كان رجال أو سيدات. الشغل النفسي اللي هو أن أنت قادر، وفعلا احنا قادرين، احنا نادي الزمالك يا جماعة، احنا بالمناسبة يعني في لعيب محترف جواو البرازيلي في زيارة قريبا للنادي. نادي الزمالك له سحر، خلي بالك، يعني نادي الزمالك اللي يلعب فيه او يزوره او عامل زي مية النيل كده اللي يشربها ما يسلقهاش، ده نادي الزمالك. الراجل جه من فرنسا عدى على مصر، جه زار النادي قعد شوية وبعدين سافر البرازيل، هو ده نادي الزمالك يا جماعة، هو ده نادي الزمالك. البطولة لما تكون خارج مصر بتبقى مختلفة شوية عن لما تكون في مصر يا كابتن، بيبقى الحافز بيبقى عند اللعيب أكتر، بيبقى عنده إصرار أكتر على الفوز. طبعا ليه؟ لصعوبتها، لان هناك بيبقى اكيد التحكيم شويه، ممكن مش عايزين نقول بس ممكن يبقى شويه لصاحب الارض وكده، الجمهور ده بيديك حافز اقوى، وانا عندي ثقه في لعبتنا وفي الاجهزه الفنيه ان شاء الله ان احنا هنعمل حاجه كويسه باذن الله. يا كابتن، الرساله اللي حابب توجهها للعيبه، توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لهم انت عملتوا اللي عليكوا طول الموسم، حققتوا نتائج ما كانش في حد متوقعها الا ناس قليله جدا اللي كانت متوقعه ان انتوا تاخدوا دوري وكاس رجال والسيدات تاخد كاس. حطوا شعار نادي الزمالك قدام عينيكم، لان نادي الزمالك ده نادي كبير جدا جدا جدا.
يعرفوا أولاده اللي تربوا فيه وعاشوا فيه، ما تبخلش بنقطة عرق عشان تكسب بطولة ترفع اسم نادي الزمالك واسمك انت كلاعب. حمادة، قطاع البرامج اللي حضرتك موجود فيه ورئيسه دول بيبقوا بعد كده نجوم في الفريق الاول، وشايف البراعم في دلوقتي مواهب ان شاء الله قادره على انها تمثل نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ انت عملت معايا لقاء في بدايه الموسم، الحمد لله حطيت سياسه معينه مشيت عليها. لو جيت القناه في يوم تصور هتلاقي ما شاء الله عندنا خامات كويسه جدا، اشتغلنا على المهاره صح، عندنا مستقبل. عشان كده بقول لك الفولي للسنين اللي جايه كلها ان شاء الله نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الوقت جري معاك بسرعه، وبتمنىك التوفيق ان شاء الله ونحتفل بالبطولتين بقى ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله تعالى، واشكرك جدا على اللقاء، وتحياتي لكل الزملكاويه في العالم كله. شكرا شكرا. ان شاء الله منتظرين بقى يعني كره الطايره سيدات ورجال يا احمد يرجعوا لنا بالبطولتين ان شاء الله لكره الطايره. واضح يا احمد اللعيبه كمان بدات تشوف قناه الزمالك الفتره الاخيره، وبداوا يسمعوا عن استقرار المجلس الاداره المستشار مرتضى ومجلسه احمد مرتضى منصور يبقى متواجد. ده حافز اكيد كبير جدا للعيبه، لعيبه الكره الطايره الالعاب الصالات كلها ادى حافز، بعد كمان فوز كوماندوز الياد بطوله كاس الكؤوس الافريقيه ادى حافز للعيبه على الاصرار على تحقيق انجازات قادمه لنادي الزمالك. دي كانت كل كواليسنا هنا يا احمد، الان بالتاكيد عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. اليك الكلمه تفضل. اشكرك يا محمد، شكرا جزيلا، وشكرا موصول الكابتن حمادة مجاهد على هذا اللقاء.